اليوم الثالث من معرض بغداد الدولي، حضور مكثف للشركات الصناعية العراقية. هذه المطفأة صناعة عراقية 100%، إنسان آلي يعمل بالمستشعرات الإلكترونية تم تصنيعه بالكامل داخل البلاد، وبخبرات محلية لمكافحة الحرائق بطريقة الانتباه الذاتي المبكر. التجوال في الجناح العراقي بالمعرض يظهر تنوعاً ملموساً بصناعات تنافس من ناحية الجودة، لكنها لا تصمد أمام رخص أسعار المستورد. أنا عندي إنتاجي 500 قطعة باليوم، حالياً قاعد أنتج 100 قطعة، ومشكلتي اللي أجي ألقاها اللي هي التسويق. المنتج اللي هو دا يدخل من الخارج أرخص من المنتج مالتي، أنا ما أقدر أغش بالمنتج مالتي، منتجي اسمه عليه البراند، ذاك دا يجي بمنتجات أسماء مختلفة. المصنعون العراقيون المشاركون في معرض بغداد الدولي يأملون من الحكومة الجديدة تفعيل قوانين حماية المنتج التي تمكنهم من توسيع نشاطاتهم الصناعية، وبالتالي زيادة الدخل القومي للبلاد وتوفير فرص عمل أكبر لأبنائها. نتأمل بالحكومة الجديدة، هي حكومة جديدة وحكومة ناشئة، أن تدعم القطاع الخاص، تدعم الصناعيين، أن توفر حماية منتج وكافي لإغراق السلعي للمنتجات اللي موجودة بقطاعات مختلفة، مو بس قطاعات إنشائية، كل القطاعات تعاني من الاستيرادات اللي مفتوحة بدون قيد أو شرط. الجناح الياباني كان مميزاً في مشاركته بهذه الدورة من معرض بغداد الدولي. عملاق السيارات تويوتا اختارت إطلاق سيارتها الحديثة الصديقة للبيئة في بغداد ضمن فعاليات المعرض. أحدث إصدارات تويوتا صارت بمتناول العراقيين وبتسهيلات حكومية تتضمن إعفاءات جمركية وأخرى من رسوم تسجيل اللوحات للتشجيع على اقتناء السيارات المساهمة في منع تلوث البيئة. احنا مشكورة الحكومة العراقية أنطت للمواطن العراقي ميزتين، ميزة الرئيسية الأولى اللي هي إعفاء سيارات الهايبريد من الرسم الجمركي، والميزة الثانية أيضا هي إعفاءها من رسوم الترقيم. هاي الميزتين خلت السيارات تقل سعرها، بل صارت بعض السيارات مقاربة أو أقل من السيارة العادية لنفس الموديل. تنوع المعروضات واختلاف مناشئها تجعل من المعرض وجهة مهمة للتاجر والمستهلك للتعرف على آخر المنتجات العالمية في مختلف قطاعات الصناعة والتجارة، ما يسهل عملية تحديد احتياج السوق العراقية الطموحة لكل جديد يطرح في أسواق العالم. حيدر البدري، UTV، بغداد.